السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. تعرفوا اللي نهار لحد هو خاص بالحديث مع اللادينيين، فأرجو المسلمين اللي يجيوا يشوفوا الفيديوهات نتاع نهار لحد اللي موجهة للادينيين ما يحتاج كل مرة يقولوا لي ما فهموا حتى شيء، راكم ما تنجموش تفهموا ما دام انتوما مسلمين. يعني هذه راهي الفيديوهات موجهة للعباد اللي تحرروا من الإسلام واللي ولاو يفكروا. هذه الفيديو خاصة بالأشخاص اللي قرروا باش يتحرروا من العادات والأفكار والتصرفات الإسلامية اللي تزرعت فيهم من الصغر، عن طريق الأهل، عن طريق الحي أو الحومة، عن طريق المجتمع، عن طريق التلفزة، عن طريق الإعلام، عن طريق المدرسة والتعليم. من سوء الحظ الإنسان الذي يولد سواء في عائلة إسلامية أو في مجتمع إسلامي، فهو يتعرض لاغتصاب فكري من نعومة أظفاره إلى أن يكبر، بطريقة أن مخه يولي مخ مسير ليس بمخير، وهذا يتعلق سواء للمرأة أو للرجل. إذا عندما يقرر الواحد منا يخرج من هذا القفص اللي حطته فيه العائلة أو المجتمع، يبقى ديما يحمل المخلفات متاع هذه الحياة اللي عاشها وهو مستسلم لهذا الدين ولهذا الفكر. ولهذا احنا قررنا يوم الأحد يكون الحديث مع اللادينيين بصفة عامة، ونحاولوا باش نفهموا الطبيعة وطريقة التفكير وما هي الأشياء اللي يمكن أن نتخلصوا منها واللي ورثناها من الإسلام. تكلمنا في الفيديو اللي قبل هذه عن الإيمان، وقلنا أن الإيمان ليس له أي علاقة بالدين، وفسرنا أن الإيمان طبيعة بشرية بحتة، والنجم نقوله طبيعة فطرية في الإنسان، وإن الأديان جاءت لاستغلال هذا المخزون الإنساني الطبيعي وخوفه من المجهول والتساؤلات متاعه على الأشياء نجم نقوله غير ملموسة، من أجل استعباد الإنسان. ولكن هنا أردت أن أؤكد، معناتها حبيت نؤكد على حاجة، لازمنا نعرفوا أن فما هناك زوز أنواع من الأديان. هناك نوع أول من الأديان اللي هو النجم نسميوه الدين الطبيعي، فهذا النوع من الدين اللي نلقاوه سواء في إفريقيا سواء في أستراليا هو ما يسمى بصفة عامة الدين البدائي، أو حتى عند الشمال ولا عند الهنود الحمر، ولا معناتها موجود معناتها هو الدين جدا بدائي. هذا الدين الطبيعي جاء لكي يخفف الحمل على الإنسان، لأن الإنسان عندما وصل إلى درجة من الوعي أصبح يفهم فيها الكون ويفهم فيها وجوده، وبدأ يتساءل من أين أتيت وإلى أين أذهب وماذا أفعل هنا، جاءت هذه الأديان الطبيعية لكي تلبي هذه الرغبة وتطمئن الإنسان العادي وتعطيه إجابات صحيحة لا تعتمد على أدلة علمية وبعيدة بكل البعد عن العلم، ولكن جاءت لكي تجيب على أسئلة وجودية طرحها الإنسان وتعطيه إجابات قد تساعده على العيش وعلى الاستراحة النفسية رغم عدم صحة ما تحتوي من أفكار. ثم بعد ذلك بعد فترة
جاءت ما يسمى بالأديان الاصطناعية، وهي في الحقيقة هذه الأديان الاصطناعية جاءت في وقت كانت هناك إمبراطوريات تحكم وتؤله نفسها على البشر، نجم نقولوا ديكتاتوريات تحكم، سواء في مصر سواء في أي دولة أخرى أو في الشرق الأوسط هناك ديكتاتوريات ادعت إنها آلهة أو إنها أنصاف آلهة أو وفرضت نفسها على البشر على أساس يجب أن تطاع. فجاءت هذه الديانات الاصطناعية وهي عبارة على معارضة، يعني هي عبارة على معارضة كما بالمفهوم متاعنا توا، هي معارضة سياسية للقضاء على هذه الحكومات أو الإمبراطوريات المتجبرة المتكبرة. فإذا هذه الديانات ما يسمى بالديانات الاصطناعية لم يكن هدفها من الأساس راحة الإنسان كفرد، لم يكن هدفها أعطاء الإجابة الذي تطمئن الإنسان كفرد، وإنما لو نلاحظ هذه الأديان كلها تدعو إلى أن تكون هي الحاكمة وهي المسيطرة، وجاءت لكي تحكم البشر وتخليهم عبيد تحتها وتخليهم مجرد غنم تسيرهم هي كما تريد. صحيح أن هناك ديانات، يعني كما نقول احنا كلات على رأسها، كما المسيحية كلات على رأسها وتخلت على فكرة أنها تسيطر وتحكم وتتكلم باسم الإله كما كانت يفعل، معناتها اللي هما جاوا باش يعارضوهم، فهمت؟ ولكن تبقى دائما مستعبدة للمجموعة في إطار الدين متاعها. صحيح المسيحية ما عادش عندها تأثير كبير في كما نقولوا احنا، ماهيش هي تحكم مباشرة، ولكن داخل المؤسسة المسيحية مازال رجال الدين هما اللي يسيطروا. وما ننساوش حاجة، ان رغم المسيحية كلات على راسها، لكن مازال رجال السياسة اللي موجودين واللي من اصل مسيحي مازالوا ساعات يستعملوا المسيحية لخدمة مصالحهم الشخصية. الديانات المصطنعة جاءت من اجل جعل البشر نوع من القطيع، تسيره، معناتها هي تسير كما تريد من أجل أهداف سياسية أو اقتصادية أو غيرها، فهمت؟ يعني هذه معناتها الفكرة متاع النوعين متاع الأديان. علاش أنا توا قلت هذه المسألة؟ احنا في نفس الموضوع نواصله، في نفس الموضوع متاع الإيمان واللادينيين، باش نوصلوا لفكرة معينة. هنا حبيت نقول ان ياسر من اللي يحبوا يخرجوا من الاسلام ولا اللي يخرجوا من الاسلام تلقى خايف، فهمت؟ تلقى خايف من الضياع، يقول لك انا توا الاسلام كان منظم لي حياتي، كي نخرج من الاسلام شنو نعمل؟ هذاك علاش نلقاو ياسر منهم، مع الاسف موجود هذا سواء في الجزائر سواء في المغرب حتى في تونس اما اقل، انهم يخرجون من الاسلام الى اين؟ الى المسيحية، يعني يخرجون من قطيع إلى قطيع. صحيح إن المسيحية أقل خطر من الإسلام، صحيح، ولكن الخطر يبقى إن المسيحية بحد ذاتها يتم استغلالها من أنظمة سياسية معينة إمبريالية من أجل تخدم مصالح أخرى. يعني هو عبارة، هذاك التونسي اللي ولا مسيحي ولا المغربي اللي ولا مسيحي ولا الجزائري اللي ولا مسيحي، النجم نقوله حرر روحه من الشرق العربي المستعمر وباع نفسه إلى دولة أخرى، يعني شيء طبيعي. يعني هنا لم يحرر، يعني عبارة على عبد كان مملوك لشخص، حرر نفسه من ذلك الشخص
لكي يستعبده شخصا آخر. إلى متى؟ إلى متى يا سكان شمال إفريقيا والشرق الأوسط تفهموا وتعلموا أن انتوما أحرار ومصيركم بيدكم انتوما مش بيد حتى حد. وهنا عندما نقول الشرق الأوسط نتكلم على العراق وسوريا والشام، فهمت خطر؟ ما نحبش نتكلم على معناتها الجزيرة العربية ذيك، خليها موضوع وحده، خاطر هذايا ندخل، ما نحبش ندخل في المواضيع السياسية، احنا تو نحكيو في أمور خاصة باللادينيين. المهم، إذا هو وقت يخرج من الإسلام ويدخل في المسيحية، فهو يخرج من أجندة لكي يدخل في أجندة أخرى. احنا نعرف أن تو في الوقت الحاضر هناك صراع كبير من بين ما يسمى بالإمبريالية، فهمت؟ بين قوسين الغربية، ومن بين ما يسمى بالإمبريالية الإسلامية الشرقية. صحيح أن هناك فرق كبير، فهمت؟ فرق من هو يدعو ما يسمى لحضارة واعية ومتطورة على حسب معناتها نجم نقوله مستوى الإنسان، ومن تدعو إلى التخلف والانحطاط. ولكن المسألة ما هيش تتمثل في من نتبع. لماذا احنا مجبورين ديما باش نتبعوا؟ علاش ما تكونش عندنا الشخصية متاعنا المنفردة، يكون عندنا رأي؟ هناك أخطاء موجودة فيما يسمى بالحضارة الغربية، كما أن هناك أخطاء كثيرة جدا فيما يسمى بين قوسين ماهيش حضارة. إذن هنا حبيت نقول اللي المسيحية تبقى بطريقة غير مباشرة تخدم مصالح سياسية معينة، صحيح بطريقة أذكى ومنظمة وأقل فوضوية من الإسلام، خاصة الإسلام السني، إلا أنها تبقى دائما تتبع نظام إمبريالي يريد أن يفرض نفسه ويريد أن يجعل نفسه وصي على كل البشرية. احنا هذا هو الشيء اللي نرفضوه احنا كبشر. وأي إنسان وصل إلى درجة من الوعي مهما كان، سواء كان في أوروبا أو كان في إفريقيا ولا كان في أستراليا ولا كان في أمريكا، يفهم إن الاختلاف البشري هو ثروة يعني فكرية وطبيعية لا تقدر بثمن ولا يجب القضاء عليها. بينما كل من هو يريد أن يفرض أفكاره ويتجبر فهو لا يؤمن بالاختلاف سوى باسم الحضارة أو باسم التخلف. إذا ما الفائدة من الخروج من قطيع للدخول إلى قطيع آخر؟ هذاك علاش ذكرت في الفيديو اللي قبل هذه أن الإنسان يمكن يخرج من الإسلام ويدخل في اعتقاد وإيمان خاص به، فهمت؟ مش مجبور لا باش تتبع لا مسيح لا يهود لا أي حاجة أخرى ولا حتى بوذية، مش مجبور. علاش ما تكونش دينك لوحدك؟ وصلنا لدرجة من الوعي إن أي إنسان يستطيع أن يكون له رأي خاص، وحتى إن لم يكن له رأي خاص أن يختار بين الآراء الموجودة. ومن هنا هذا الموضوع عنده في هذه الفيديو اللي حبيت نحكي عليه، هو إن الفكرة ليس ملك أحد. قديش من حاجة أنا فكرت فيها أنا قاعد أخرين فكروا فيها، قديش من حاجة أنا معناتها قلتها نلقى شكون قالها ولا نلقى شكون فكر فيها. إذن الفكرة بحد ذاتها راهي ماهيش ملك أحد، الفكرة ملك الناس الكل، ملكي وملكك وملك الناس الكل. وعندما نوصل وأنا تفكرت في هذه المسألة شفت علاش أنا ساعات نتفق في فكرة مع شخص معين، لأن طريقة البحث وطريقة الوعي وصلنا لنفس النتيجة. هذاك علاش هنا حبيت نذكر المسألة هذه، يا من خرج عن الإسلام، نقطة أولى لا تفكر أن تجعل نفسك عبدا جديد لشخص آخر مهما كان دينيا أو سياسيا، لازم تكون حر. وهذه مسألة أساسية، أنت حررت نفسك
حررت نفسك من الإسلام وأصبحت حر ومسؤول على نفسك، فلا تبيع حريتك ومسؤوليتك على نفسك لأحد مهما كان. هذه مثلا معناتها مبدأ أساسي حبيت أركز عليه في الفيديو هذه، وهذه من مخلفات الإسلام. الإسلام يجعلك عبدا لأفكار، هذه مشكلة كبيرة. راه الإنسان هو الذي يوجد الفكرة وهو اللي يطور الفكرة، والفكرة يمكن أن تتطور. لهذا لا تقدسون الفكرة، لا تقدسون الفكرة بحد ذاتها، لأن يمكن أنت في معناتها وجودك في هذه الدنيا ما لازمكش تاخذ فكرة وتقعد تتبع فيها على الآخر. كل فكرة عندك في مخك حاول باش تبحث مخير منها، وتسمع وتبحث وتقرا حتى تلقى مخير منها، وتلقى مخير منها نحيها وجيب جديد. انت موجود في هذه الدنيا باش تتطور، ماكش موجود باش تتولد على حاجه وتموت على نفس الحاجه. لازمك تعيش وتغتنم هذا الوجود نتاعك في هذه الدنيا، وتطور روحك اكثر شيء ممكن في اي فكره. انت اي مساله تتعرض لها ابحث شوف، حتى كان ما عندكش انت فكره خاصه ابحث شكون الاخر شكون قال شنو. مثلا عندي هذه الفكره نحب نعرف رايي، شوف هذا شنو قال وهذا شنو قال، وشوف انا هي اقرب فكره لنفسيتك، وخذها وتبناها ومعناتها واؤمن بها حتى لين تكتشف فكره اخرى احسن منها. اذا التقديس ما هو مقدس هو الانسان، هو ان ما عادش تغزر العباد على خاطر معناتها تقدسهم على خاطر افكارهم، لا فهمت، وانما على خاطرهم هما بحد ذاتهم كبشر. اذا هنا حبيت نقول اللي الفكره المسبقه الاساسيه اللي حبيت نقولها في هذه الفيديو، الاسلام علمنا من الصغرى ان نقدس الافكار، وان نقدس ونحترم من يحملون تلك الافكار. بينما عندما نتحرر من الاسلام ونخرج من الاسلام ونصبح أحرار ومسؤولين عن أنفسنا، ما عادش نقدس الأفكار كأفكار، وإنما نقدس الإنسان. الإنسان هو الوحيد الذي يمكن أن يكون مقدس ويجب أن يحترم في جسده وفي ماله وفي كل شيء، فهمت؟ يعني في ذاته لازم يكون محترم. الإنسان هو المهم، يعني الشخص بحد ذاته هو نحترموه، مهمناش في أفكاره، خطر الأفكار تتغير. ومن هنا يعني نظن فهمتوا هذه الفكرة، لا تقدسون الأفكار وإنما قدسوا الإنسان كإنسان. هذا ما عندش حبيت نوصل في الفيديو هذه، يعني الفكرة نظن واضحة. أنا طبعا نحاولوا باش ديما ناخدوا في نتوقفنا في الفيديو اللي قبلها ونحاولوا نقدموا في نفس الاتجاه من أجل معناتها اللاغيني مهما كان، سوى ملحد سوى ربوبي سوى لا أدري، يفكر في الكلام هذا ويشوف شنو الأفكار اللي يشوفها يوافق عليها وشنو الأفكار اللي مش يوافق عليها، وكان عنده فكرة أخرى يطرحها. وراني أنا أطلع على كل شيء وديما نبدل أفكاري وديما نسمع، ما عادش نحصر روحي، فهمت؟ معناتها كما يقول حتى القرآن، وجدنا آباءنا على ملة وإنا على آثارهم تابعين. ما عادش هذه، هو الإسلام حارب هذه الفكرة في الأول ثم جعلها ضمن الإسلام. المسلمين توا وجدوا آباءهم على ملة وإنهم على آثارهم تابعين، وهذوك ما هما أضل السبيل. التبعية لا للتبعية، نعم للحرية، نعم للمسؤولية. ما نجعلش روحي عبد أي دين أو أي شخص أو أي واحد، أنا حر نفسي وانتوما أحرار أنفسكم. وهنا نختم هذه الفيديو، فما يسر إخوة يتصلوا بي يقولوا لي كيفاش نجم نعاون. نقول لهم راكم كل إنسان يقدم اللي نجم عليه. أنا نعمل فيديوهات نقسمهم معناتها نوزعهم على الباجات فيسبوك وغيرهم، وانتوما كل واحد على حسب مقدوره، اللي عنده بلوك اللي عنده سيت اللي عنده صفحة فيسبوك يبارتاجيها ويساعد قدر اللي ينجم، كان هو موافق على الأفكار اللي موجودة، شيء طبيعي، فهمت؟ كان هو موافق وكان هو معناتها يؤمن بما يسمى بالحرية الفكرية. أنا حتى ساعات فيديوهات
مانيش متفق معاهم 100% نبارتاجيهم ونقسمهم على الصفحة متاعي. علاش؟ على خاطر لازم المعلومة تسير. هذا المنع اللي كان يفرض علينا الإسلام انهم يخليونا عايشين في بوتقة او مثلا في قفص، فهمت؟ في قفص او في غار مظلم، نخاف من النور، هذا لازم ينكسر. ما عادش تخافوا، اقرأوا، فكروا، ابحثوا، اغلطوا، صلحوا رواحكم، قول فكرتك، مثالش يضحكوا عليك، مثالش يسبوك، مثالش يعملوا لك اللي تحب عليه انت. المهم تكون انت سيد فكرتك وانت مقتنع بفكرتك. وديما كيما نقول، حتى حد ما رب حد، كل واحد رب روحه. وبالسلامة، ومعاه فيديو قادم. بالسلامة.